حصيلة فيروس كورونا اليوم. حسب آخر تقرير لوزارة الصحة حول الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا، وهذا اليوم الخميس 3 من نوفمبر، تم تسجيل الآتي، حيث أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة. وحسب ما كشف عنه رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا الدكتور جمال فرار، فقد ارتفع إجمالي الإصابات إلى 85927، بينما سجلت الجزائر 16 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2480 وفاة، رحمهم الله جميعا. هذا وقد تماثل للشفاء 548 مريض إلى الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي المتعافين من كورونا إلى 55538. كما كشف بيان وزارة عن تواجد 45 شخصا بالعناية المركزة، شافاهم الله جميعا. أما عن توزيع الإصابات على الولايات وبالتفصيل، فسنوافيكم بها فور نشرها من طرف الوزارة الوصية، وشكرا.